السلام عليكم، كيف احوالكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم عملت هذا الفيديو هذا باش نشارك معكم التجربه ديالي في الوثائق اللي كتحتاجوا يعني من السفر من اسبانيا الى المغرب، باش يعني اللي عوالي سفر يعرف شنو الوثائق اللي خصو يجمع او اللي خصو يوجد عليه بكري قبل يعني الموعد ديال الطائره. اول وثيقه غادي تحتاج في السفر ديالك طبعا اللي هي التحليله ديال بي سي ار، وهنا غادي نقول لكم بلي هاد التحليله هادي يعني ضروري ما خصهاش تكون ديك التحليله اللي سريعه رابيده، هذيك ما كتقبلش، يعني ضروري خصها تكون تحليله اللي كتخرج النتيجه ديالها على 24 ساعه، يعني اللي كيعملوها عن طريق الانف باش يقبلوها لكم في المطار. بالنسبه للتحليله يعني بحثت في الانترنت على المطعم في سكنتنا، بحث في الانترنت يعني على الكلينيكاس اللي كيعدلوها وهذا، وشوف اللي هي ارخص وحده واقرب وحده ليك. بالنسبه لي انا في مدريد غادي نخلي لكم الرابط واحد كلينيكا اللي كتعدلها في السنترو، وكتعدلها غير ب60 ديال اورو ومقبوله في المطار يعني عن تجربه. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في الوصف ديال الفيديو هذا. كيف ما قلت لكم الثمن هو 60 ديال اورو، يعني رخيصه بالمقارنه مع بعض المراكز الاخرى هنا في مدريد. وملي غتوصل المغرب غادي تحتاج هاد الورقه هادي اللي كتبان لكم في الفيديو، يعني خصك تعمرها، من الاحسن وجدها عمرها في الدار ديالك وامبريميها وديها معك واجده. غادي نخلي لكم كذلك الرابط باش تيسكارغاروها في الوصف ديال الفيديو. غادي تحملها خرجها امبريميها ومن بعد عمرها بستيلو او عمرها في الانترنت في الكمبيوتر او في التليفون عاد طبعا اللي بغيتي. غادي نخلي لكم الرابط ديال التحميل ديالها في الوصف ديال الفيديو حتى هي. هاد الورقه هادي الا ما خرجتيهاش وما ديتيهاش معاك كيعطيوها لك تعمر بيدك في المطار، ولكن من الاحسن باش تتفادى ديك التماره وهذا من الاحسن ديها واجده، يكونوا عندك ورقات ديالك واجدين كتعمر فيها المعلومات حول الرحله الجويه اللي غادي تمشي فيها، رقم الكرسي، رقم الرحله، تاريخ ديال الوصول، وطبعا المعلومات الشخصيه ديالك والبريد الالكتروني، وكذلك كتجاوب على بعض الاسئله المتعلقه بكورونا. بالنسبه للغرامه ديال 600 ديال اورو، كنا شفنا واحد الفيديو ديال بعض الاخوات في سيفيا في المطار، كانوا مسافرين، عطاوهم واحد الورقه كيمضيوها على انهم يعني كيتحملوا المسؤوليه الا وقع لهم شي حاجه، يعني تصابوا بالوباء ديال كورونا في هذا السفر هذا ديالهم، يعني كيتحملوا المسؤوليه على انهم يسافروا بدون يعني واحد السبب اللي هو قاهر في ظل هاد الظروف هادو. وفي ديك الورقه هاديك يعني بديك الامضاء ديالهم كيلتزموا على انهم عندهم سبب مقنع غادي يجيبوا وثائق من المغرب كتدل اولا يعني كتدل على انهم كان ضروري انهم يسافروا. الا ما جابوش هاد الورقه هادو غادي يخلصوا غرامه. هادشي كان وقع في سيبيا في الحقيقه، كان يمكن كان غير في سيبيا وصافي، المهم ما كاينش هادشي هذا. هادو هما الوثائق الاساسيه المتعلقه طبعا بوباء كورونا اللي كتحتاج حاليا في السفر. كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو هذا، وكنتمنى يكون السفر ديالكم ان شاء الله مزيان ومرتاح، وتشوفوا ان شاء الله العائله ديالكم في اقرب وقت وتصلوا معهم الرحيم. شكرا على المشاهده، الى الفيديو القادم ان شاء الله.